السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محصلة ماتش مصر وملاوي النهاردة 5 نقط. أول نقطة أن فيتوريا ظلم كهربا. تاني نقطة أن مصر كسبت 2-0. تالت نقطة أن المنافس ضعيف جدا. رابع نقطة أن مفيش جمهور لمنتخب مصر نعتمد عليه. خامس نقطة وآخر نقطة وأصعب نقطة أن منتخبنا مفهوش عدد كافي من اللاعبين اللي تطمن له. نبدأ ونقول نجيب منتخب أضعف من ملاوي إيه علشان منتخب مصر يكسب كتير وعشان نشوف كرة حلوة. منتخب مصر كامل الصفوف مش ناقصه حد. أكرم توفيق بقاله كتير مش موجود. محمد صلاح موجود، عمر مرموش موجود، مصطفى محمد، إمام عاشور، أحمد حجازي، كل الناس اللي بتلعب في أوروبا موجودين، كل المحترفين موجودين، لكن المنتخب مش موجود، الكرة الجميلة مش موجودة. إنما بقول لفيتوريا لما يبقى عندك محمود كهربا في أحسن حالاته ولسه جايب هاتريك في مباراة إفريقية خارج مصر، إزاي يقعد على الخط 87 دقيقة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا متفق كتير جدا مع علاء صادق في النقطة اللي هو اتكلم فيها. يمكن هي نقطة جمهور مصر، يعني الجمهور بتاع منتخب مصر مفيش جمهور، لا، الحالة اللي فيها المنتخب مصر أو الكرة المصرية بعدت الجمهور شوية. يعني معلش، احنا انت بتلعب ملاوي زي ما انت قلت يا دكتور علاء صادق، ان انت بتلعب ملاوي، بنلعب ملاوي، فين ملاوي؟ يعني فين اداء المنتخب اللي مطلوب اكتر من كده؟ التغييرات بتاعت فيتوريا مش طبيعيه. حقيقتك ان انت في الشوط الثاني تعمل نتيجه وسكور اعلى، الاداء يبقى اعلى، لان انت اطمنت في الشوط الاولاني وكسبان 2-0، الكلام ده مش موجود. فاذا في نقاط كتيره انا بتفق معاك فيها، ولكن نقطه الجمهور دي ممكن ان نسيبها شويه دلوقتي. ولكن عامه فوز هزيل بالفعل، فوز ضعيف جدا. مش هو ده مصر ولا منتخب مصر في كرة قدام منتخب ملاوي المتواضع؟ هتعمل ايه قدام، فعلا قدام الفرق الكبيرة هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ يعني انت مثلا منتخب مصر مين ناقصه؟ انت جاهز ومنتخب جاهز بكل امكانياته، والمجموعة على فكرة ضعيفة، يعني ضعيفة مجموعة مصر في تصفيات افريقيا المؤهلة لأمم افريقيا ضعيفة. فاحنا عاوزين نشوف منتخب مصر الحقيقي بالقوة الحقيقية. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.